يقول: أنا أعمل في بقالة وأجلس فيها حوالي 16 ساعة، أتعب جدا، وأقوم أحيانا بعد طلوع الشمس، ولم أصلي الصبح أو الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فهل علي شيء في ذلك؟ هذا خطر عظيم. نعم. والنوم إذا صار عادة لا يكون عذرا في ترك صلاة الفجر. الواجب عليك أن تقوم لصلاة الفجر وأن تعمل الأشياء التي توقظك لصلاة الفجر، أو توصي من يوقظك لصلاة الفجر، ولا تتخذ النوم عن صلاة الفجر عادة وتصليها بعد خروج وقتها، فإن هذا خطر شديد وتأخير للصلاة عن وقتها وتضييع لها. لكن لو عزمت على القيام وعملت الاحتياطات للقيام وغلبك النوم في بعض الأحيان فهذا عذر يسقط عنك الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما الإنسان الذي لا يبالي ويتساهل في القيام ويقول متى ما قمت صليت، فهذا لا يجوز من المسلم. نعم. نعم، ينبغي أن يأخذ أيضا الحيطة والحذر في وضع منبه أو كذا. نعم، قلنا أنه يحتاط بأن نعم. يجعل يوصي من يوقظه. نعم. أو يجعل منبها كالساعة أو غيرها يوقظه عند صلاة الفجر. نعم. نعم.